تعود هذه الطائرات سريعا متعطشة لدماء الأبرياء وإلحاق دمار أكبر، وكأنها في حملة لتعويض الأرقام التي تناقصت في أيام الهدنة التي لم تدم طويلا. كفرطاب، المزرعة الصغيرة الواقعة على أطراف خان شيخون في إدلب، كانت الضحية التالية لقصف الاحتلال الروسي العشوائي. وقبلها مدن وبلدات خان شيخون وكفر زيتا واللطامنة وقرى الزكاة والطمين والأربعين في حماة التي أنهكتها الغارات الجوية. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو استبق الحدث وتحدث صراحة بأن إدلب تتجه إلى حملة عسكرية قد تكون أشد شراسة من قبل ميليشيات الطائفية، محذرا من تفاقم المأساة الإنسانية في إدلب في ظل عودة الاشتباكات العسكرية. حديث هذا الرجل لم يكن وليد التوقعات، بل كان عقب محادثات مع الجانب الروسي علم فيها الأتراك قبل غيرهم بأن الحرب في إدلب لم تنتهي بعد، وستعود تلك المناطق لتكون مسرحا للقتل والمواجهات بين الطرفين. ومع عودة القصف الجوي، وصف فريق منسقو الاستجابة الوضع في إدلب بالكارثي، مؤكدين بأن قيمة الأضرار التي لحقت بهذه المحافظة تتجاوز المليار ونصف المليار دولار أمريكي، خصوصا وأن النظام تقصد خلال الحملة العسكرية المستمرة منذ الثاني من شهر شباط الماضي تدمير البنى التحتية والمراكز الحيوية في المنطقة.